ثم أما بعد، فنستأنف أيها الإخوة الأحبة حديثنا عن البصائر التي أتانا الله بها من خلال محكم كتابه العظيم، وما زلنا في سياق بصائر سورة الفاتحة، ونحن الآن على مشارف قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات أو الآية تتضمن بصائر لا حصر لها. وأقف اليوم بحول الله عند عبارتين: عبارة الهداية والصراط المستقيم. ولكل عبارة من هاتين بصائر مما قال الله عز وجل ومما ذكرنا به من قوله سبحانه وتعالى وما زلنا نذكر به: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فمن البصائر التي جاءت من عند الله بصيرة الهداية وبصيرة الصراط المستقيم. كلما تدبرت هذه الآية أو تأملتها اهدنا، يخطر بالبال احتمال لو أنك ما ولدت لوالدين مسلمين، ما قد يكون وضعك الإيماني والانتماء الحضاري؟ لم يكن ممكنا في قدر الله عز وجل وأمره، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، أن ينبتك هناك في بلاد الكفار ابنا لكافرين؟ بلى. فمن نعمته سبحانه وتعالى ومنته أن جعلك ابنا لمسلمين. وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن تكون المسافة بينك وبين الحق ما بين السماء والأرض، وإنه لعجيب أمر الذي يقطع تلك المسافة الهائلة التي تفصل بين أوروبا مثلا والعالم الإسلامي. ليست المسافة الجغرافية، لا أبدا، ولكنها المسافة الإيمانية والاعتقادية. فرق ما بين أوروبا والعالم الإسلامي هو يقدر بالزمن 14 قرنا وزيادة، هذا هو الفرق. يعني تاريخ الإسلام كله 14 قرنا وزيادة هو فرق ما بين أوروبا والعالم الإسلامي، ما بين الكفر والهدى. إذن الإنسان الذي يريد أن يدخل إلى الإسلام ففي الحقيقة يقطع مسافة بعيدة جدا، وبمعنى آخر فربما قطع مسافة أبعد من ذلك من الناحية الزمانية والثقافية، تقدر بأكثر من 20 قرنا بالنسبة للمسيحي الذي يعني تخلصه من النصرانية، يعني هو تخلص من أزيد من 20 قرنا من الثقافة غير الإسلامية. صعيب جدا إلا من أخذ الله بيده، وحينما يقدر الله له الهداية فيهتدي يجد عائقا كبيرا جدا، هو عائق البيئة والثقافة واللغة، عائق كبير. حينما يأتي يحاول الإنصات إلى شيء من كلمات الله فلا يستطيع أن يصل إلى شيء، وهو مسلم، هذا أسلم انتهى أمره من ناحية العقلية، ولكن يريد أن يسلك إلى الله مثلك، يريد أن يستفيد معنى من المعاني مثلك، لكنه يعجز ولا يستطيع، ويبذل الجهد الشاق المتعب من أجل أن يحصل على معان هي بالنسبة لك مما يقرأه أطفالك في الكتاب من بسائط المعلومات، والمعلومات من الدين بالضرورة والبداهيات الإسلامية. حينما تتذكر هذا تدرك كم كانت رحمة الله بك حينما أنجاك من أن تكون ابنا ليهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو لمن لا دين لهما البتة، وقدر لك أن تكون حنيفا مسلما وما أنت من المشركين. عظيم، نعمة لا تقدر ولا بثمن الدنيا كلها أن جعلك الله مسلما من والدين مسلمين. ولذلك حينما تدعو ربك وتسأله عند كل ركعة من الصلوات فرائضها ونوافلها أن اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تدرك أنك قد هديت فعلا إلى المعتقد، وتخشى إن أن تنقلب عليك عواطفك أو موازين عقلك ويختل فهمك وتصاب بالخبل فتخرج من الهدى إلى الضلال والعياذ بالله، أو تخرج من الظلمات إلى النور كما خرج كثيرون من أبناء المسلمين. ها هما الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه النعمة حتى لبنديهم تماما، كمن يهديك كأسا ثمينا من البلور
من معدن نفيس لا وجود لجنسه. يعطيه الكتل من الدك وتنظر إليه حينا، ثم إذ تجهل قيمته تتركه يسقط هكذا لقا من بين يديك فيصبح شتاتا. هكذا كيوقع لدوك الناس اللي نسالخوا من الدين ديالو، باه محمد أم فاطمة، ومع ذلك صار الابن والعياذ بالله من الكافرين، وشط به الشط بدل مي. الله عز وجل أعطاه مكسب ديال 14 قرن ولا خاسر أزيد من 20 قرن حينما تنصر أو تمجس أو صار بلا دين أصلا. وهذا مع الأسف في الأمة اليوم ظاهرة حادثة موجودة، فيا لها من خسارة حينما يخسر الإنسان دينه، خسارة كبيرة، خسارة لا قياس لها، ما تزن ما تعبر حينما يخسر الإنسان دينه. ولذلك فالمؤمن لا يزال حينما يعرف قيمة ما هدي له يدعو ربه صباح مساء أن اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كأنه ما صدق من شدة ما عرف من الحق أنه قد هدي إلى الحق. ولذلك فلا يزال يدعو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، خشية أن ينفلت منه ذلك الحق أو ينفلت هو من نور الحق فيكون من الخاسرين والعياذ بالله. هذا معنى أول وبصيرة أولى. نعود إلى بصائر أخرى من الهداية إن شاء الله. الصراط المستقيم الذي حدث الله عنه في القرآن الكريم في غير ما آية، وحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، صراط مستقيم. هذه العبارة الأصل ديالها بالسين ماشي بالصاد، صحيح كتكتب في المصحف بالصاد، هكذا مكتوبة في المصحف الصراط بالصاد، ولكن الأصل ديالها العربي بالسين الصراط، وكاين قراءة كتقراها بالصراط بالسين، وأيضا بالجمع بين الصاد والسين وهو نوع من الإشمام بين الحروف. طيب ما عندنا غرض، الأصل احنا خصنا الأصل اللغوي. الصراط بالسين هو الطريق الطويل المستقيم مقاد، والأصل ديال الاستعمال هو الصرت اللي كنستعمله اليوم بالدارجة، وهو عربي فصيح من العربية القديمة، صارت صارت يسرط كفهم يفهم، هذا الميزان ديال العرب. صارت الشيء أي ازدرده بالعو، يعني كما كنستعملوها بدارجتنا، فهي عربية أصيلة فصيحة. واش دخل الماكلة والطريق كتصرت شوية ولا الطريق، لأن الإنسان حينما يمضي مع الطريق الطويل المستقيم اللي مقاد كأن الطريق تسرطه، حلا كتسرطه الطريق، كيبقى غادي 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 حتى كيغبر ما كيبقاش في بالك. فسميت كل طريق طويلة قائمة مستقيمة سميت صراطا، ولأن الطاء حرف غليظ وجات حداه قريبة للسين، العرب ما كتجمعش كتير بين السين والصاد، فحولوا هذيك السين لصاد ولات الصراط المستقيم. هذا فقط غير باش نفهموا المعنى ديال الصراط أو الصراط اللي كطلب الله سبحانه وتعالى يهديك ليه. وهذا اللفظ في حد ذاته دال على الحركة، وهذا هو السر في هذه العبارة والبصيرة التي تبصرنا بما نطلبه من ربنا الرحمن الرحيم عز وجل. هذا اللفظ دال على الحركة. ما معنى دال على الحركة؟ يعني ماشي واحد اللفظ كيعطيك واحد الصورة جامدة، لا، كيعطيك صورة محركة متحركة، يعني أنك حينما تقول الصراط كيجي للذهن بشكل مباشر أن الناس يسيرون على هذه الطريق وأنها ممتدة، وأن الواحد يتلو الآخر واحد تبع الآخر، والطريق تبتلعهم، اللي مشى كيغبر ما كيبقاش يبان، وهي هكذا تبتلع الناس، يعني طريق ممتدة إلى الغيب. فتنطلق من عالم الشهادة كتشوف راسك وتشوف بنادم هو غادي، وتؤول إلى ما لا يدرك لأن الطريق تسرط الناس، كيبقى غادي بنادم حتى كيغبر حتى ما بقاش يبالك، وذلك موته وانتقاله من دار الدنيا إلى دار الآخرة إلى الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتلك نهاية الصراط المستقيم حينما تلقى ربك على ذلك الطريق. إذن تطلب الهداية، نعود نرجع للهداية، تطلب الهداية للصراط المستقيم. فالحق له صورتان، صورة ثابتة هي العقيدة، العقيدة حينما تثبت تصوراتها ومفاهيمها فهي ثابتة، وصورة أخرى متحركة وهي الإيمان الذي يزيد وينقص بتلك العقيدة. إيمانك قد يزيد وقد ينقص وقد يضمحل وقد يعلو،
هذا متحرك، وهذا الإيمان ديالك بتلك العقيدة من توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه جل وعلا، إيمانك بذلك كله يزيد وينقص، فإذا ازداد ناشطت رجلاك للسير. أنت راك غادي تبحث على واحد الكنز بعيد في واحد الجبل، لما كيقوى الإيمان ديالك بداك الكنز بأنه غادي تلقاه كتولي تنشط مزيان وما تحس براسك حتى كتلقى رجليك ولاو يخدموا ولا الخطوات والمشية مزيانة. لما يبدأ يدخلك الشك كتقول ما نعرف واش لقى داك الكنز باقي ولا الدواء سبقوني ليه، يبداو رجليك يفشلوا وتقلال الحركة ديال السير ديالك. ولذلك فأنت مهدي أصالة وابتداء إذ جعلك الله من المسلمين، ولكن تطلب مزيدا من الشوق حينما تطلب المزيد من ذلك الهدى، أي مزيد من تعلق القلب، من مزيد من الإيمان بتلك الحقائق القرآنية الربانية العظمى، حتى تنشط رجلك في طريق الله الصراط المستقيم، وهي طريق، والطريق تحتاج إلى وقت وإلى زمان، لأن ما كانش شي مسافة كتقطع بلا وقت، لا بد من زمان، وهذا الزمن هو عمرك، عمر ديال كامل. زمانك عمر وليس لك سواه، ما عندكش وقت آخر من غير العمر ديالك. والعمر ها هنا كل العمر، كل العمر مطلوب منك أنك تعمره بالسير، باش معمر العمر بالطريق، تغادي كتأكل وتشرب وانت غادي، كتبني وتشيد وانت غادي، كل شيء تفعله في حياتك من الحق والباطل تفعله وأنت ماض راحل. ولذلك شحال من واحد كيضرب الفكر في راسه كيلقى راه مشتغل بشي حاجة من أمور الدنيا، كيلقى راسه سالة كمل نودية للرحيل بعد أن انتهى زمنه وانقضى عمره. ولذلك هذا الصراط المستقيم الذي هو شريعة الإسلام، الذي هو الطريق الأقوم والذي لا استقامة لسواه، طريق إلى الله عز وجل، مطلوب منك أن تعمره بعمرك كله وأن تستقيم عليه لأنه مستقيم. فإذا اعوج خلقك أو فعلك أو انحرف شيء منك ولامست الحرام وعافست المنكر، فمعنى ذلك أنك أضعت وقتا خارج الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق مقاد غادي نيشا مستقيم. لما الإنسان يغلط ويرتكب الحرام ما معناه؟ معناه أنه دار واحد الخرجة من الطريق المستقيم ومشى لطريق أخرى، حينما يتوب معنى ذلك أنه يكون قد عاد إلى الصراط المستقيم الطريق، ولكن ضاعت له واحد الخرجة ودخلها، ضاعت مشات، ضاعت من زمنه. نعم الله غفور رحيم، يكون قد غفر الله له إن شاء الله بتوبته، ولكن وخي غفر الله سبحانه وتعالى ضاع له من عمره شي حاجة. ومن هذا كثير من أهل الجنة، أهل الجنة يندمون، تاب عليهم الله واغفر لهم ودخلهم الجنة، ومع ذلك ندموا لأنه دار شروط، دار واحد دورة معوجة مشات له، يقول لو أمضيت تلك الأيام في الصراط المستقيم لما كنت هنا ولا كنت هناك رتبة أخرى. الجنة منازل كما أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. شوف النجمة بعيدة كتبرق بينك وبينها ملايين السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم في العلوم، وتقول هذا أو ذاك، ذلك قصر أبي بكر أو قصر عمر أو قصر فلان من العلماء الصالحين عبر تاريخ الأمة، أو قصر واحد أمي ما كانش قري مجهول في المجتمع لكنه كان مخلصا، كان عابدا، كان مستقيما، وما أضاع قط لحظة من عمره، كلها مشتغل ليس فقط الاشتغال التعبدي بمعنى الضيق غير الجامع والصيام والقيام، لا، اشتغل ربما في فلاحته أو في صناعته، ولكنه مخلص لله في ذاك، ناصح للمسلمين في مهنته، فكان يقضي أمور معاشه في الصراط المستقيم، هو خدام لدنيته، ولكن هذه الدنيا التي كان يشتغل فيها ولها كانت داخل الصراط المستقيم، واعتبرها الله له ليس من الزمن الضائع بل من الزمن العامر. كان واحد اللفظة كيتكلموا عليها العلماء من قديم، هي لفظة سميتها الوقت، ماشي بهذا المعنى اللي كان نتداولوها احنا ونستعملوها، الوقت معنى آخر. تأمل العلماء
وأهل التربية في مثل هذه البصائر فوجدوا أنه ليس للإنسان من عمره إلا وقتا قضاه مع الله. يقولوا ادي لناس رك ناس، لا لك ولا عليك، ما كيتسلك ما شيط عليك ناس، لأنه النائم مرفوع عنه القلم، ما كينحسب، ما كيتحسب لا في الخير ولا في الشر، ناس، هذا خارج تكليف. إذن مشى نصف العمر فايق، فاش فايق؟ إن كنت في المعصية فهو عليك قطعا، وهذا الوقت ضاع من عمرك ولو بعد التوبة. صحيح أنك إذا تبت والرحمن رحمن سيتوب عليك ويمحو لك ما سلف، ولكن الوقت مشالك مشى. فإن كان في الطاعة فهو عمل مضاعف، أولا أنت في الطريق واحد، ثانيا الأجر يعمر وقتك حتى يفيض، لأن الله عز وجل يأجر بالحسنة العشر بل إلى 700 كما في الحديث، فيتضاعف الفعل الواحد عند الرحمن أضعافا كثيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتبين له أن الذي له وقت حقيقة لكي تسمى عاش، عاش الوقت حقيقة، هو الذي أمضى وقتا مع الله عز وجل مشتغلا بالله، مشتغلا بالله في مسجد أو في قيام ليل أو في صيام أو في صدقة أو في تجارة، مشتغلا بالله في فلاحة، مشتغلا بالله في كلمة طيبة يلقيها بين يدي الناس في مكان ما، في الطريق، في أي مكان، مشتغلا بتبسم وبسمة في وجه المؤمن، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالاشتغال بالله له من حيث التصاريف الجزئية إشكال، والمضمون واحد، وهو أنك تذكر دائما أنك على الصراط المستقيم متشبث بحدوده، بحدود الصراط المستقيم، وتحاول أن تستغل كل عمرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا في السير غادي غادي إلى الله عز وجل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولذلك كانوا يقولوا حينما يذكرون أحد الصالحين والعلماء العاملين والعابدين والزاهدين من أهل الصلاح والتقوى والفلاح، يقول فلان في تراجيم ديال العلماء وديال الزهاد وديال الصالحين ممن كانوا على الطريق المستقيم حقا وصدقا، يقول فلان، كتلقى هذه العبارة في كتب ديال التراث، فلان له أوقات أو كانت له أوقات. إيش يقصد بها كانت له أوقات؟ يعني كانت له صلات بربه، كان كثير الاشتغال بالله سبحانه وتعالى. فكيقول فلان كانت له أوقات، احنا ضاع هذا المعنى، ما بقيناش نستعمله. كتقول له ودي كيقول لك اعطيني موعد في كذا، كتقول له ما عندي وقت. الوقت إنما كان وقتا عندهم، أي عند أولئك السلف الأخيار، ما كيسميه وقت إلا إذا كان في العمل الصالح، أما خارج العمل الصالح فهو ضائع، ماشي وقت، لا يسمونه وقتا. فإذا الذي كان يعيش لكي تسمى عايش عندهم، عايش حقيقة، ومن كان يعيش مع الله ويعيش بالله، لأنه يعيش عمره كله أوقات، هذا وقت حي، فهو حي فعلا وليس بميت. أما الإنسان اللي منغمس في الدنيا والله ما عايش، شوف بنادم شحال تقلب راسه ولا لتحت ورجليه لفوق، كيقول لك خلينا نعيش أبدا، واش كيعيش إطلاقا، بل هو ميت، هذا هو الموت وإلا فلا. وإنما الذي يعيش حقا، الذي يعيش لحظات مع الله عز وجل، بل يعيش عمره وأغلب أوقاته مع ربه حيا. لأن الحياة ما هي؟ الحياة مصدرها من الحي سبحانه وتعالى، هو المحيي، ولا يمكن أبدا أن يستفيد شخص حياة من غير الحي سبحانه وتعالى، أي من غير الله. والله عز وجل إذ يفيض بالحياة على خلقه فإنما يفيض عليهم بالخير وبالصلاح وبالتقوى وبالفلاح. ولذلك الشرير من الناس لا حياة له، لا يعيش وليس له حياة، بل هو ميت. إنك لا تسمع الموتى، موتى موتى القلوب، أما الأحياء فهؤلاء هم يسمعون فعلا، لتنذر من كان حيا، حي القلب. ويحق القول على الكافرين، كتسمى هذه دلالة المقابلة، يعني هذه ضد هذه، من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يعني الكافرين معنى ديالها ماشي حيين، راه يأكلوا الخبز ولكن ماشي حيين، ولهما عايشين حتى بالمعنى ديال العيش الدنيوي، ولهما عايشين، بل هم في الضنك وفي الضلال وفي الظلام وفي الحيرة، وهذا عذاب عذاب. ولكن كثير من الناس لا يدري حقيقة أمره أنه يعيش في العذاب تماما، بحال الأمور المادية،
شحال من واحد مسكين كتلقى عايش واحد المحنة يعني بالمقاييس ديال الدنيا من فقر وأوجاع وأمراض، وهو بالنسبة لي راه بخير عليه. فوقاش كيسيق الخبر لراسو من اللي كتحول حالته فيغنيه الله عز وجل ببعض المال وتحسن حالته ويشوف النور، فاش كان عايش في تمرة عاد كيقول وليني راني كنت عايش محن، عاد كيسيق الخبر. كذلك يقع للكافر وللضال من المسلمين حينما يهتدي، فقط أنا إذن يكتشف كم كان يعيش حياة متعبة ثقيلة، وأنه صار إلى النور فعلا من بعد ما خرج من الظلمات. هذا الشيء مطلوب صباح وعشية تعيش به وتحس به. ولذلك ربي يجعل لك هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة على الأقل تقرأها في اليوم والليلة، بل أكثر من ذلك، لأن المسلمين يصلي الوتر بالتأكيد وبالندب المؤكد، ويصلون الفجر كذلك، وكثير منهم الحمد لله يزيد من فضائل ونوافل الصلوات في الليل وفي النهار، فتصبح قراءته أو استماعه على اختلاف المذاهب في قراءة الفاتحة بعد الإمام، قراءته أو استماعه للفاتحة يعني في اليوم مرات كثيرة كثيرة جدا. وقوت كما قال الإمام مالك في الموطأ باب وقوت الصلاة، عجيب الإمام مالك رحمة الله عليه، يعني كان شخصية عجيبة رحمة الله عليه. على الأسف يعني بزاف ديال الثقافات العوجاء خلتنا ما نفهموش لأئمة ديالنا، الإمام مالك وأبو حنيفة الشافعي وأحمد، ولاو الناس كيقللوا عليهم الأدب وكيقللوا عليهم العفة مع الأسف الشديد. الإمام مالك رحمه الله من ورعه ومن علمه ومن تقواه ومن ذكائه أيضا أنه في الموطأ في الباب الأول من أبواب الموطأ كتب كتاب وقوت الصلاة. يقول العلماء وقوت جمع وقت، عنده جمع آخر هو أوقات، ولكن وقوت جمع كثرة وأوقات جمع قلة. وقوت جمع كثرة، بزاف ديال الناس ردوا عليه اللي ما فهموش، يقول هو الصلوات غير خمسة، كيفاش قالنا وقوت الصلاة خمسة؟ خصو يدير القلة، يقول أوقات فقط. أبو بكر بن العربي المعافري شارح الموطأ في كتاب القبس قال كلمة عجيبة، وذلك أن الإمام مالك رحمة الله عليه انتبه إلى أن المؤمن لا يزال في أوقات كثيرة مع الله، لكل وقت من الفرائض أوقات. هو الصبح براسه عنده أوقات، الظهر له أوقات، من بداية الوقت إلى نهاية الوقت تمتد أوقات مع الله عز وجل. هذا يصلي في أول الوقت، وهذا يصلي في وسط الوقت، وهذا يصلي في أواخر الوقت. ومساجد المدن العتيقة فيها هذا الشيء، هذا الجمع كيبكر، هذا كيعطل، هذا في الوسط، هذا كذا. فلا تزال الأمة في أوقات بل في وقوت جمع الكسرة. وبعد ذلك إشارة عنده رحمة الله عليه إلى ما للمؤمن من نوافل الخيرات والتطوعات بدءا بالفجر وانتهاء بقيام الليل. وقوت هكذا كان إحساس المسلمين بكري، هذا كتسمى القرون الهجرية الثلاثة الأولى، خير القرون قرن هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومالك رحمه الله كان من الذين يلونهم، لأنه مات في 179 هجرية في نهاية القرن الثاني الهجرة، وبقى قرن من وراه جاي أخر ديال الخير. وبعد ذلك مع الأسف وقع للأمة بعض الانحراف. طيب، إذن المؤمن حينما يطلب ربه ويدعوه مترجيا خاشعا بين يديه عبر وقوت، وقوت هذه وليس أوقات فحسب، اهدنا الصراط المستقيم، فهو لا يزال يلهج بهذا المعنى متشبثا به ويخشى أن يضيع منه هذا المعنى. لا يذكر ذلك ولا ينتبه إلى هذا إلا من أدرك أن إسلامه كنز، كنز، وأن عمره كنز أيضا. إلا أن المشكل ديال العمر أنه كنز يفنى، كنز كيتسالى، لأنك تأكل منه وكتأكل منه ما كيتعودش، بينما الإسلام كنز لا يفنى. فكيف تستطيع أن تستفيد من الكنز الذي لا يفنى في عمر يفنى؟ هذا المشكل. أعطاك ربي كنز لا يفنى، واحد الكنز ما شاء الله تعيا تأكل منه وتستفد منه وتنور منه، ما كيساليش ويكفي، أبل تكفي آية واحدة من كتاب الله لتستفيد منها عمرك كله، فينتهي العمر ولا تنتهي بصائر تلك الآية ولا فوائدها. ولكن العمر محدود، له بداية وله نهاية، ومعرض فيه الإنسان للشروط كل مرة وخرج، شروط شروط شروط، شا
وفيه ما فيه من غفلة، وفيه ما فيه من نوم، وفيه ما فيه من أمراض، عافانا الله وإياكم. قد يكون الإنسان في شوق إلى فعل كيقول اليوم ما قديت ندير هذا العمل الصالح، غضى عندك النية ديره أصبحت مريض، ضاع منك البارح اللي كان ممكن ديره ما درتوش. فطلب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، عاد كتبان لك أنعمت شحال هي مزيانة وحبيبة وزوينة، أنعمت عليه نعمة، نعمة فعلا، صراط الذين أنعمت عليه نعمة، وأي نعمة أن أنعم الله عليك وجعلك من المسلمين، من للتبعيد واحد من المسلمين، شيء عظيم. وقال إنني من المسلمين، شيء عظيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، جعلك من المسلمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آفتان، علتان، حدان للصراط المستقيم، حد مننا وحد مننا، إلا ما شدش راسه مزيان، إما يفلت لهذا الجه فكان من المغضوب عليهم، أو يفلت لهذا الجه فكان من الضالين. مفسرون يقولون المغضوب عليهم هم اليهود، وهذا معنى صحيح، والضالون هم النصارى، وهذا معنى صحيح أيضا، ولكن أنت ما راكش من اليهود وما راكش من النصارى، فكيف تذكر ذلك في دعائك؟ الله أعطاه لك باش تقرأ، لأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى. قد يكون المسلم مسلما لا يهوديا ولا نصرانيا، فيغضب الله عليه، نعوذ بالله من غضب الله، ويولي هو واليهود في درجة واحدة. وقد يكون المسلم مسلما لا هو من اليهود ولا النصارى، فيضل ضلالا بعيدا. إذن العبرة قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال العلماء. فاللفظ من حيث دلالته غضب الله، نعوذ بالله من غضبه، إنما يقع على المسلم أو على الإنسان كيف ما كان مسلم ولا مش مسلم، حينما يعلن التمرد على الله، إعلان كما صنعت اليهود. اليهود داروا إشهار، لم الإشهار، إشهار الكفر، أشهروا كفرهم وشهروا به وأعلنوه تحديا لله الواحد القهار. ومع الأسف كثير من أحوال المسلمين اليوم يشهرون، من الإشهار والإعلان؟ الحرب على الله. كاين اللي كيتحارب مع الله ولكن مخبع، هذا مازال يعني لم يصل الى هذه الدركه، شي الدرجه، الدرجه من اللي تطلع والدركه من اللي تنزل، نعوذ بالله من الدركات، ونساله سبحانه وتعالى الدرجات، مازال ما نزل الدركه ديال الغضب، الغضب الرباني، غضب الرباني يتحقق على الذين اعلنوا الحرب عليه، كالذين يشهرون الكفر ويشهرون الفسق والفجور، اما باقوالهم أو بتجاراتهم أو بسلوكهم في المجتمع في الشارع. شحال من واحد من الفساق ولكن يفسقوا مختبئا، ولكن كاين اللي ما عنده غرض بحد يفسقوا على مرأة ومسمع من العالمين، هذا يشهر الفسق والفجور. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إشهار الفاحشة هذا إعلان يؤدي إلى غضب الله عز وجل. كن ما كنت مسلم ولا مش مسلم، ما كيبقاش هنا هذا الاعتبار، نعوذ بالله، لأن الإنسان يصل إلى درجة من التحدي أنه ما بقى خايف، ما بقى حشمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الثابت: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلماء قوله فاصنع ما شئت أمر يفيد التهديد والوعيد، يعني دير اللي بغيت احسبه وجهي، يفيد التهديد والوعيد، لأن الإنسان الذي فقد الحياء فهو معرض لأي خصلة من خصال الفساد. هذاك ما تسنى منه غير البلا، من اللي ما يبقاش فيه الحياء هذاك الخطر براسه، والشر بعينه، تمثل الشر فيه تمثلا كاملا، نسأل الله العافية. ولذلك القيمة ديال الحياة واحد القيمة والله ما لها من ثمن. كيجوني بعض الشباب كيقول لي بغيت نتزوج، كان نصحوب وحدة كنقول له دي بنت فيها الحياء، ماشي تقول لي واش لابسة الخرقة ولا ما لابسهاش الخرقة، فيها الحياء، راها لابسه الخرقه وترتق عينيها فيك، ها لا تصلح لك بالمعقول. الحياء قيمه رفيعه يفقدها مجتمعنا شيئا فشيئا مع الاسف الشديد. حياء، فان الحياء لا ياتي الا بخير. سيد النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد الصحابي كينصح بين قوسين واحد اخر، لقى كيحشم بزاف، قال له واه نقص من هذا الحياء، قال له دعه، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول له نقص من هذا الحياء بزاف، قال له دعه خلي عليك الرجل، فان الحياء لا ياتي الا بخير. في الحياة علاش تحيد له تنقص له من الحياة؟ سيدي خلي له الحياة ديالو، المصيبة هو اللي ما عنده حياة. ولذلك قلة الحياة تقود فعلا إلى إعلان الفجور، فجور يفجر الإنسان، وسماه الله عز وجل الفجور
لأنه كيدير صوت انفجار تسمى الفجور، فجور في العربية الفسق، الفسق فسقون والفجور فجور. الفسق الفسق هو الخروج على الطريق، فسق أي مال وزاغ. أما الفجور كيخرج على الطريق ولكن بفضيحته، يعني كيدير صوت كيدير فضيحة جاية من الانفجار، انفجر الشيء. وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار، يعني كتسمع صوت ديال الماء داير انفجار، وسمي الفجر فجرا لأنه الضوء ديالو قوي بحيث أنه كأنه انفجار، كأنه بسبب شهرته. فكذلك حينما يشهر الإنسان الخلق السيء سمي فاجرا، لأنه بحال داير طبل الغطاء يعني الخلق ديالو، فهذا فجور. وما أطلق الله عز وجل لفظ الفجار في القرآن إلا على الكفار، وهي عدوى قد تصيب المسلمين وقد أصابتهم في هذا الزمان. نرى ونسمع أن الفجور صار سمة في المجتمع، ولا اللي فيه الحياة مخبع نسأل الله العافية. وأما الضلال فهو هوى، هوى يغلف القلب ويميل بالنفس فلا تستطيع أن تتخلص منه. وكما يحدث للكافر فيضل به عن منهج الله، قد يحدث للمسلم فتضل عنه حقائق الإسلام، تضل عنه حقائق العقيدة الصافية السليمة أو حقائق الحلال والحرام. مسلم حينما يسمع أن توحيد الله عز وجل يجب أن يكون خالصا مخلصا صافيا، يوحده في ربوبيته بأن لا يجعل له سبحانه وتعالى في خلقه وفي أمره وفي كل شأنه شريكا، ويجعل كل مخلوقات الله لله، وأن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن لا مانع لما أعطى وأن لا معطي لما منع، ويعتقد له تمام أسمائه الحسنى وصفاته العلى إثباتا بلا تحريف ولا تأويل باطل زائغ ولا تعطيل ولا تشبيه، مما قرره علماء العقائد من السلف الصالح. هذه عقيدتنا التي نموت عليها ونحيا عليها إن شاء الله. ويعتقد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، أي يوحده في ألوهيته، فلا يقدم من الأعمال التعبدية شيئا لغيره، إخلاصا له وحده سبحانه وتعالى، ويتبع سنة المصطفى، عقيدة الاتباع أو توحيد الاتباع، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في توقيع أعمال الشريعة والدين وكل الإسلام. حينما يستقيم للمؤمن هذا فقد آمن من الضلال. وحينما تفتنه الأهواء فيحب فلانا أو علانا حبا ينافس حب الله عز وجل، رغبا ورهبا، كيولي شنو الحب اللي كيكون منافس لله؟ هذا شرك. لما كتولي متعلق بفلان لأنك تعتقد بأن تعلقك به غادي يوصلك لمنصب من المال أو بيع وشراء أو كذا أو كذا، هذا التعلق شرك. إن لم تشعر به ولم تعتقده إرادة فهو شرك خفي، وإن شعرت به وقصدت إليه فهو شرك جلي وكبير، نسأل الله العافية. فالمؤمن حينما تزيغ به الأهواء، وخراك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حينما تزيغ به الأهواء عن جادة الصواب في عقيدته يكون من الضالين. وكذلك حينما تزيغ به الأهواء في أحكام الشريعة، إسلام كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ما زال فيه حب لتجارة الخمر ولبيعها وللتجار بالحرام، لا يستطيع أن يتخلص من ذلك، أو حب لتجارة المخدرات والتوسط فيها لا يستطيع أن يتخلص من ذلك، ما المانع؟ هواه. هذا ضلال، وضلال كبير. ولذلك لا يزال المسلم خائفا خاصة في مثل هذا الزمان من كثرة ما يغضب الرب عز وجل، ومن كثرة ما يضل الإنسان من الأعمال. صراط المستقيم مستور، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، غير اللي مشى خطوة خارج صراط المستقيم معناها الهلاك، إلا أن يتداركك الله برحمته فتكون من التائبين، وإلا فالهلاك محقق، نعوذ بالله من الهلاك. هذا الصراط المستقيم المسطور الموضوع بين يدي الإنسان يصل أقرب مسافة بينه وبين ربه، يعني بينك وبين الغيب مسافة، الإنسان بينه وبين الغيب مسافة. هذه المسافة عندها مواقع، من اليمين ومن اليسار ومن الوسط ومن كل مكان. الله عز وجل يجعل لك القنطرة اللي توصلك اللي هي الصراط المستقيم في أقرب مسافة، يعني من أقرب نقطة أنت فيها إلى أقرب نقطة
رضا الله فيها، ما تضيعش فيها كثير من الوقت، بل تستفيد من كل الوقت في صراط المستقيم. أما خارج هذه القنطرة هذه، فمعنى ذلك أنك تمشي مسافات معوجة منحرفة، كتضيع الوقت، ضياع للوقت في غضب الله أو في الضلال المبين، أعوذ بالله من الضلال المبين، وخاصة في هذا الزمان اللي كثرت فيه وسائل التضليل والإضلال، تصب كالمطر، مطر الذي يصيب الناس بعموم البلوى. تعيا ما دير الدراقة وتهرب، لا بدها تجيك شي نقطة، لما جاتك من الفوق تجيك من الجد، ما جات من الفوق من الجد تجي السيارة وتطير عليك. هكذا فتن هذا الزمان، هكذا فتن هذا الزمان. فما أحوج مؤمن هذا الزمان خاصة إلى دعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا، ولي كلمة أخرى من البصائر في هذه الآية نعود إليها إن أطال الله في عمرنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.